العلاقات الثنائية بين الجزائر وجيبوتي ممتازة، ونتطلع إلى أن نضيف أكثر ونوطدها أكثر حتى نفتح مجالات للتعاون واسعة. وإحنا كانت لنا فرصة في البارحة أن نستعرض هذه القضايا والأمور مع الوزير رمضان لمامرة. الجزائر في الاتحاد الإفريقي في القارة الإفريقية معروف، وكثير من الدول تعول على هذا الدور كي تدفع عجلة التنسيق والتعاون الإفريقي إلى الأمام. ثالثا، أنا أعتقد أن هناك الآن مع جائحة الكورونا ونسمع أيضا انخلاقات كثيرة حوالينا، لابد للاتحاد الإفريقي أن يكون له موقف واضح قوي حتى الصوت الإفريقي يسمع من وهران من الجزائر، ولا تهمش إفريقيا لأسباب تافهة. وأنا أعتقد أن الدول الإفريقية لها هذه القدرة وهذه الكفاءة، وكي يعني يكون هذا الصوت مسموع في جميع العواصم.